والله هاي الشغلة أنا بعرفهاش، ماليش فيها يعني. بالنهاية يعني إذا استلم غيره أو أتقاعد يعني مش راح يفيدني يعني بشيء. قرار سليم، المفروض تغيير، المفروض نلاقي محافظين شباب قادرين يحافظوا على المجتمع وقادرين يحافظوا على الناس وعلى الشعب الفلسطيني بشكل عام. هذا الحقيقة هذا في قرار سياسي. شو بالخفية ما حداش بيعلم شو الأسباب. هذا برجع للسلطة الحكي، ما بهمناش. يعني هسه جيني محافظ من دون محافظ عايش فاضي، هي يعني ما فرقتش. يعني الشعب بيسأل، قاموا محافظ وحطوا محافظ ما حدا سأل عنه، بيسألين يعني. يعني قرار الرئيس كان مفاجئ للجميع، انه غير كل المحافظين في مره واحده، طيرهم تطير. يعني كانت صدمه للكل، ما حدا متوقع هاي الخطوه اللي تصير حاليا حتى بالوضع السياسي الراهن اللي عندنا هون. فهو ممكن تغيير ايجابي. قرار الرئيس بخصوص اقاله المحافظين 12 محافظ، انا بوجهه نظري يعني على الصعيد الحياه اللي احنا بنعيشها حاليا، هو الوضع الطبيعي انه اي انسان ما يضل فتره طويله في منصبه، والتغيير واجب وهو شيء طبيعي. يعني بتوقع الاليه اللي تم التغيير فيها او الافصاح عنها عن التغيير بجوز هي كانت شوي غريبه، لانه الوضع الطبيعي بيكون لازم كل انسان يتبلغ في منصبه عن اي حاله جديده هو بتعرض لها، من موضوع اقاله لموضوع ترقيه لتغيير في وضعه العملي. لكن انا بعتبرها خطوه ايجابيه، ان شاء الله بتكون انها لصالح الشارع الفلسطيني، وان شاء الله انه يعني يجي بديل افضل. يعني الموجودين جيدين، لكن ان شاء الله بيجي حدا افضل، وان شاء الله انه يكون في فعليا مراعاه لا يعني اختيار اسماء تكون قادره على انها تقدم للشعب الفلسطيني، وتكون قادره على انها تحرص على مصلحته دائما، وتكون هي يعني الهم الاول لهم، انه يكونوا مصلحه الشعب الفلسطيني امام عيونهم دائما يعني.